ومن هنا تقدمت قوات من منطقة عزيزة إلى السريتيل إلى هذه الكازية إلى جسر عسان. فقط الآن هذه العقدة تسمى عقدة الشيخ سعيد، تتواجد فيها فقط مجموعات مسلحة. الهدف التالي كان فك الحصار عن معامل الإسمنت وثكنة التسليح وصولا إلى منطقة الراموسة. الاستعدادات على أكمل وجه، فرق الرصد أتمت مهمتها وزودت قيادة العملية بالمعلومات اللازمة. كما نتابع الآن عمليات الرصد والاستعدادات للعملية من أجل اقتحام هذه المنطقة، من أجل تنظيف هذه المنطقة، وخصوصا نحن الآن على أبواب منطقة الشيخ سعيد. هذه المنطقة الآن ما زالت فيها المجموعات المسلحة على شمالنا، الآن تجري من هنا الاستعدادات وتجري عمليات الرصد من أجل اقتحام هذه المنطقة ومن أجل تنظيف هذه المنطقة من المجموعات المسلحة. كانت الشمس تميل نحو الغروب ليبدأ الجيش السوري باستهداف تجمعات المسلحين ونقاط رصدهم في محيط تل العصافير. ومع ساعات الفجر الأولى بدأت الشمس ترتفع في السماء، ومعها فوهات بنادق جنود الجيش السوري. التحضيرات تمت والهدف بلدة تل العصافير. العزم والحزم على تحقيق الهدف جعل معنويات الجنود في أحلى حالاتها. ومع اشتداد عود النهار كالبرق الخاطف استمر جنود الجيش السوري في تقدمهم نحو بلدة تل العصافير، متجاوزين كل المعوقات التي زرعها المسلحون في طريقهم بعد أن فككت وحدات الهندسة العشرات من العبوات الناسفة. وبدأت وحدات المشاة بتمشيط البساتين المحيطة بالبلدة. مع دخول وحدة من الجيش السوري إلى البلدة انطلقت عمليات التمشيط في كل أحيائها بهمة عالية وإصرار على تأمين جميع الشوارع والحارات والمنازل ليؤمن المكان، وتدخل باقي وحدات الجيش السوري وتتمركز في البلدة. بدأ الوهن يسري في عناصر جبهة النصرة التي كانت متمركزة في معامل مؤسسة الإسكان العسكرية. كما نتابع الآن بدأت أول الفرق الدخول إلى داخل معامل الإسكان العسكري وبدأت عمليات التنظيف. تدخل طلائع الجنود المعامل التي حولها المسلحون إلى موقع عسكري لهم بعد أن لاذ بالفرار من بقي منهم على قيد الحياة، كونهم فقدوا كل طرق الإمداد وحتى قدرتهم على المناورة واستمرار خطة الكر والفر التي كانوا يستخدمونها، مخلفين وراءهم عتادهم وبقية الجدران محتفظة بالشعارات التي كتبوها، حتى البثات العسكرية التي تحمل شعار تلك المجموعات والأعلام والشعارات التي كانت تشير إلى أن جبهة النصرة هي التي كانت تتمترس في هذا المكان. نحن الآن داخل بلدة تل العصافير، أصبحت بالكامل تحت سيطرة الجيش السوري، وهنا كما نلاحظ كذلك معامل الإسكان التي كانت تتحصن فيها المجموعات المسلحة كلها أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري. وفي هذه المنطقة بالمقابل هنا بالأساس يتواجد عناصر من الجيش السوري. الآن التحمت الفرق من الجيش السوري التي تقدمت من هذا المحور مع العناصر والمجموعات التي تتواجد في هذا المكان. ليفك الحصار عن معمل الإسمنت ويبدأ الجنود بتوسيع رقعة التأمين لمحيط معامل الإسمنت ومؤسسة الإسكان وصولا إلى ثكنة التسليح التي كان المسلحون يحاصرون أطرافها. تنفس بعدها الجنود الصعداء بعد أن عبروا كل تلك المسافة وأنهوا المهمة الموكلة إليهم، منفذين الخيارات التكتيكية التي رسمها لهم قادتهم، لا سيما أن الحرب على سوريا بدأت تخبو سياسيا وعسكريا، ولأن دورة الحياة مستمرة ولا يمكن لأحد أن يوقفها. هلا النقطة اللي قدامك هون شي 500 متر إلنا كمان.